أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. مدير أمن محافظة سقطرى يقول للموقع بوست: فاجأتنا الطائرات الإماراتية المحملة بالأسلحة. موقع فرنسي يتساءل: هل يتجه السودان نحو سحب جنوده من اليمن؟ كوريا الشمالية تعدل توقيتها ليطابق ساعات جيرانها. وأخيرا في الشأن الرياضي، القرعة تضع اليمن في مواجهة إيران ببطولة كأس أمم آسيا. أهلا بكم، والبداية مما يجري على أرض جزيرة سقطرى اليمنية، حيث قال مدير أمن محافظة سقطرى العميد علي الرجدهي للموقع بوست إن السلطة المحلية والأمنية فوجئت بعد أيام من وصول الحكومة برئاسة أحمد عبيد بن دغر بقدوم طائرة عسكرية إماراتية يوم الثلاثاء الساعة 3 عصرا دون سابق إنذار، محملة ب57 فردا من القوات الإماراتية إلى مطار سقطرى الدولي. وأضاف أنه في تمام الساعة 5 من نفس اليوم قبل المغرب أيضا فوجئوا بطائرتين عسكريتين إماراتيتين تحملان عددا من الدبابات والجنود الإماراتيين يقدر عددهم بنحو 80 فردا. وفي الساعة 7 قدمت طائرة إماراتية عسكرية رابعة تحمل على متنها عربات مدرعة. وأوضح أن الجنود الإماراتيين قاموا فور وصولهم مباشرة بالاستيلاء على مطار سقطرى الدولي وطرد حراسة المطار التابعة للواء الأول مشاه بحري المرابط في الأرخبيل، وطرد موظفي جهاز الأمن القومي والأمن السياسي، وسيطروا على المطار بشكل كامل. وبشأن اجتماع الحكومة والسلطة المحلية مع اللجنة السعودية، أوضح العميد علي أن اللجنة أتت بناء على تكليف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بعد تواصله برئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي. أما موقع يمن مونيتور فقد علق على ذات الموضوع مشيرا إلى أن لجنة الوساطة السعودية توصلت إلى حل للأزمة بين الحكومة اليمنية والإمارات في جزيرة سقطرى بعودة الوضع إلى ما كان عليه قبل وصول القوات الإماراتية التي تستمر بإرسال تعزيزات عسكرية إلى الجزيرة. وقال مصدر حكومي للموقع إن اللجنة توصلت إلى اتفاق تغادر بموجبه الإمارات مطار وميناء سقطرى وتعود القوات الحكومية لتأمين المنشأتين. من جهة أخرى، قال مصدر بمطار سقطرى اليمن مونيتور إن طائرة شحن إماراتية أوصلت إلى المطار 4 مدرعات جديدة إضافة إلى عدد من المدرعات والدبابات التي وصلت اليومين الماضيين، بالرغم من الحديث عن اتفاق بين الحكومة وأبو ظبي. عن ما تتعرض له جزيرة سقطرى كتب محمود ياسين مقاله المنشور في الموقع بوست مضيفا في أجزاء من المقال: نحن نقاوم فكرة الاحتلال لأنه باغتنا وكنا نظنه قد مضى كالأشياء القديمة. المصطلح ذاته كان قد تحول لماض من نوع ما. لا يمكننا مهما أثقل علينا الحوثيون وتوعدوا حياتنا وجمهوريتنا، لا يمكننا التعايش مع المدرعات الأجنبية والأعلام الأجنبية، وسيظل الإماراتي أجنبي شأنه شأن السعودي والأمريكي بقياسات التراب الوطني. لن يكون الاحتلال السعودي أقل إهانة، فنحن لا نفاضل بين جحيمين لمن يريد إذلالنا وينال من كبريائنا الوطني، وليس أمر احتقارنا لعمر الإمارات وإعلان تفضيل وبحث أن تحتلنا دولة ذات حضارة قديمة، هو أنك فقط تتهكم من عدوك بما في المتناول، ولربما تبدو الإمارات ضئيلة وفقيرة تاريخيا، لكنها بصدد مهمة خطيرة كوكيل لقوى عظمى. وبعد التخلص من الجمهوريات العسكرية خرجت جماعات الإسلام السياسي لتفصح عن وجودها كما هو وعن طموحاتها السلطوية، ولقد تركوا لها أن تفعل
فيما يشبه مصيدة ما بعد الجمهوريات العسكرية، حيث يعلنون عن أنفسهم فيسهل اصطيادهم. علينا الاحتفاظ بعقلنا اليمني وتسمية الأشياء كما هي، ليس عليكم ارتجال تسمية وطنية للاحتلال. تصرفوا كمضطرين على الأقل، انسجموا مع الورطة لنخرج منها ونعرفها قبل ذلك. وليس على أي منا الانسجام مع أي قوة تستغل ما علقنا فيه على سبيل المكابرة أو جني المكاسب مقابل وطن كلنا آثمون وشركاء في ضياعه، وعلينا جميعا استعادته واستعادة إنسانيتنا معه. نقلت صحيفة الأيام عن أحد النازحين القادمين إلى عدن من مديرية موزع بمحافظة تعز قوله: نزحت أنا وأسرتي المكونة من 4 أفراد إلى عدن بعد التحرير مباشرة، وكنا نظن أننا سنجد المأوى والمواد الغذائية والإغاثة التي ستوفرها لنا الحكومة هنا في عدن، لكن كان عكس ما توقعنا. يضيف: تجاهلتنا الحكومة وتركتنا نواجه مصيرنا بأنفسنا، حيث نعاني ظروفا معيشية صعبة ونفتقر إلى أبسط الضرورات اليومية، وأحيانا لا نجد قوت يومنا. وتابع: ما بين فترة وأخرى نحصل على بعض المواد الغذائية من بعض المنظمات والمؤسسات الإغاثية، لكن ذلك ليس بشكل منتظم، فبعد 4 إلى 5 أشهر تطل علينا جهة داعمة وتعطينا سلة غذائية لا تستغرق معنا 10 أيام. وبحسرة على الديار يقول النازح: كنا في ديارنا في مديرية موزع مستوري الحال، نعيش على ما تجود به مزرعتنا من محاصيل زراعية، وقد بلغنا أن بيتي طاله القصف وتهدم بالكامل والمزرعة انتهت تماما، فالميليشيات الحوثية ما زالت تسيطر على المنطقة وقد جعلتها عرضة وهدفا لقصف الطيران. حتى ولو تم تحرير موزع من الحوثيين، كيف لي العودة إليها ومنزلي قد تدمر ومزرعتي احترقت؟ السلاح الأكثر شراسة. تحت هذا العنوان كتب أستاذ علم الاجتماع بجامعة الكويت محمد الرميحي مقاله المنشور في الشرق الأوسط، مضيفا: نجد أن الحوثيين في اليمن يتبنون الشعارات نفسها التي يركبها حزب الله اللبناني، ويبدو أن غرفة العمليات السياسية واحدة، فشعار نبني ونحمي الذي يرفعه الحوثي هو شعار حزب الله نفسه في الانتخابات اللبنانية. والواضح الظاهر على الأرض أن الشعار الحقيقي ندمر ونبرر. وأكثر ما يثير أن الحوثي يتحدث باسم الشعب اليمني حتى لا يتواضع، فيقول إنه جزء من المكون اليمني، بل هو كل اليمن. وتسمع مقولات مثل: شعبنا اليمني لا يرضى بكذا وكذا، فمن الذين يحاربونكم في الجبال والوديان والمدن؟ أليس هؤلاء جزءا كبيرا من المجتمع اليمني؟ وهكذا في أماكن الصراع العربي، الضحية الأولى هي العقل والتفكير العقلي، وهي آفة تشارك فيها القوى المتنفذة في طهران، كما يشارك فيها نظام بشار الأسد والميليشيات المؤيدة له وميليشيات الحوثي على حد سواء. فالادعاء بمحاربة القوى الكبرى والقدرة الفذة على إخضاع تلك القوى لشهوات متخيلة هو ما يطيل أمد الصراع ويترك عشرات الآلاف من الضحايا والمهجرين. المعركة التي نرى فصولها أمامنا هي ليست معركة قاصرة فقط على استخدام الرصاص والصواريخ، وهي أيضا تخاض بأدوات أشد شراسة، مقصدها إضعاف الهمم والبحث عن ثغرات في جبهة الرفض للتوسع الإيراني وتغذيتها بالأخبار الكاذبة والمضللة. والمؤسف أن ينساق البعض تحت تبريرات مختلفة للاشتراك في إشاعة كتلة الألم في الجسم المقاوم. رياضيا، نطالع في موقع المشاهد نت: قرعة آسيا تضع منتخبنا الوطني في المجموعة الرابعة إلى جوار كل من إيران والعراق وفيتنام. قال الموقع: أوقعت قرعة بطولة كأس أمم آسيا 2019 المنتخب اليمني في المجموعة الرابعة إلى جوار كل من إيران والعراق وفيتنام، وذلك في المراسم التي أقيمت في برج خليفة مساء الجمعة.
وتأهلت اليمن لأول مرة في تاريخها بعهد الوحدة المباركة، فبعد فوزها على منتخب النيبال الشهر الماضي بنتيجة 2-1 سجل أهداف المباراة عبد الواسع المطري، ويشارك في النسخة المقبلة لأمم آسيا 20 منتخبات عربية من إجمالي 24 فريق. وقد نشر الموقع المجموعات حيث أتت اليمن في المجموعة الرابعة التي تشمل إيران، العراق، فيتنام، اليمن. بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية بالإضافة إلى أخبارنا المنوعة، فابقوا معنا. نفرد مساحة لتغريداتكم ومنشوراتكم على كافة مواقع التواصل الاجتماعي. نجمع أبرز ما تناقلته تلك المواقع ونقدمها لكم. كيبورد، صدى أصواتكم وأفكاركم، فكونوا على الموعد. أهلا بكم من جديد. تساءلت صحيفة نيويورك تايمز في افتتاحيتها عن سبب وجود القوات الأمريكية في الحرب اليمنية، واتهمت الصحيفة البنتاغون وإدارة الرئيس دونالد ترامب بتضليل الشعب الأمريكي بشأن المشاركة المتزايدة في حرب اليمن والتي لا ناقة لها فيها ولا جمل. وكانت الصحيفة قد كشفت عن توسع للمهام الأمريكية في اليمن ووجود عناصر من الكوماندوز الأمريكيين على الحدود السعودية مع اليمن يعملون هناك منذ العام الماضي، وتعمل هذه الوحدات على تحديد وتدمير الصواريخ التي يطلقها الحوثيون المتمردون في اليمن باتجاه المدن السعودية، ويعري هذا الدور الفاعل كذب بيانات البنتاغون من أن المساعدة الأمريكية للحملة التي تقودها السعودية في اليمن محدودة بتوفير الوقود للطائرات في الجو والتشارك في المعلومات الاستخباراتية ولا علاقة لها بالعمليات القتالية. وتنتقد الصحيفة صمت الرئيس ترامب بشأن العمليات العسكرية، خاصة أنه منح القادة العسكريين الصلاحيات لاتخاذ القرارات العسكرية بعيدا عن البيت الأبيض، وفي الوقت نفسه لم يحدد استراتيجية حول أهداف الحملة الدولية ضد الإرهاب وما يمكن أن تحققه. ومع أن الحرب وفقا للصحيفة دخلت حالة من الانسداد دون منظور للنهاية، إلا أن ولي العهد الصاعد الأمير محمد بن سلمان يبدو مصمما على تحقيق النصر رغم الأهوال التي تسببت بها الحرب. في جولتنا بين الصحف والمواقع الفرنسية نطالع من موقع راديو فرنسا محاولة الإجابة على سؤال اعتبره الموقع على قدر من الأهمية: هل يتجه السودان نحو سحب جنوده من اليمن؟ قال الموقع: للمرة الأولى منذ إرسال قواته إلى اليمن في مايو 2017 أعلن السودان أنه يراجع مشاركته في هذه الحرب بقيادة تحالف تقوده السعودية، وينظر العديد من المراقبين إلى هذا الإعلان على أنه دباجة للانسحاب من المستنقع اليمني. ينقل برلمانيون سودانيون نداءات المجتمع المدني للانسحاب من اليمن، فالمجتمع يعارض بشدة هذا التواجد، وللمرة الأولى منذ تورط الخرطوم في اليمن تقوم السلطات السودانية بمراجعة موقفها. وقد أعلن علي سالم وزير الدفاع السوداني أمام البرلمان الذي دعا فيه 60 برلمانيا إلى الانسحاب بأن وزارته تجري تقييما لهذا الوجود، وقال: سنتخذ قرارا يفيد البلاد، معترفا بالخسائر الكبيرة للقوات السودانية في اليمن، وبرغم أنه لا توجد أرقام رسمية عن عدد الوحدات لكن تقدر هذه القوات بـ6000 جندي.
الحرب الخائفة تحت هذا العنوان كتب وزير خارجية ليبيا ومندوبها الأسبق لدى الأمم المتحدة عبد الرحمن شلقم مقاله المنشور في الشرق الأوسط مضيفا في جزء من المقال. في عام 1962 طافت سحابة النار على الدنيا وصرخت نواقيس الحرب في الرؤوس عندما نشبت حرب الاستنفار بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية بسبب أزمة الصواريخ الروسية في كوبا. نشر الروس صواريخهم في كوبا على بعد أميال من اليابسة الأمريكية. عندما وصلت المعلومات إلى واشنطن اتصل الرئيس جون كينيدي بحلفائه الأوروبيين، أكد له الفرنسيون وجود الصواريخ السوفيتية في كوبا لكن الروس نفوا ذلك. تصاعد الموقف وأصبح العالم على حافة حرب كونية. تراجع السوفييت وجرت ترتيبات عاجلة لتفكيك ماكينة الحرب في الرؤوس وعلى الأرض. لقد خافت الحرب وطأطأت رأسها. اليوم ترتفع أصوات الوعيد والتهديد بين أكثر من طرف دولي. تلوح نيران المواجهة في أكثر من مكان. لكن الخوف قوة يفعل فعله في الرؤوس، تحول إلى كائن مسلح حاضر على موائد القرار. الحرب الباردة وصف لحالة من الشد السياسي في العلاقات الدولية، كتلتان متحفزتان تحفهما قوة عسكرية هما حلف الناتو وحلف وارسو. بعد انهيار الاتحاد السوفيتي ومعه شرق أوروبا وانهيار جدار برلين وولادة الاتحاد الأوروبي وبروز الصين قوة اقتصادية ضاربة، تغيرت السياسات والأفكار وأصبحت العولمة قوة مضافة إلى الرؤى الإنسانية. اللغة السياسية والاقتصادية شهدت مصطلحات جديدة ومناهج حديثة في التفكير وأساليب اتخاذ القرار. أوروبا لم تعد قوة تابعة للولايات المتحدة الأمريكية خوفا من القوة السوفيتية الضاربة المجاورة. القوة ذاتها تغير تكوينها ومعطيات استخدامها وحدود فعلها. السلاح الذري يخيف من يمتلكه قدر ما يخيف العدو، والعالم كله يركض نحو التطور من أجل الرفاهية وتحقيق السعادة التي تلهب آمال الشعوب وأحلامها. والرأي العام المعولم قوة ضاغطة عابرة للحدود. في مدينة سيئون الصغيرة والنظيفة والمتنوعة كمركز لحضرموت الوادي، يمكن ترديد النشيد الوطني للجمهورية اليمنية ورفع العلم اليمني من دون مخاوف، وهو أمر لا يمكن القيام به دون تبعات في أي منطقة أخرى في جنوب اليمن. ذلك مفتتح تقرير نشرته صحيفة العربي الجديد بعنوان سيئون يمن خارج الحرب. تضيف الصحيفة سيئون هي المنطقة الوحيدة من جغرافيا الجنوب التي لا يوجد فيها تشكيلات من جيش النخبة ولا من الحزام الأمني، كاستثناء قد لا يستمر كثيرا في ظل مساعي التحالف العربي لإخضاع الوادي الحضرمي الخارج عن بيت طاعته والموالي للرئيس عبد الرب منصور هادي حتى الآن. ويؤكد التقرير الذي كتبه توفيق الجند لسيئون وباقي مدن وادي حضرموت خصائص مختلفة عن باقي المناطق، فسكان هذه المنطقة يتمتعون بالقدرة على التعايش بكل ود وتسامح مع كل أبناء اليمن. خلال جولة في المدينة يتضح هذا التعايش جليا. صاحب محل المفروشات من تعز وصاحب البقالة من إب وتاجر الملابس من وصاب وسائق التاكسي من صنعاء وكلها مناطق شمالية. قال هؤلاء إنهم لا يسمعون الكلمات العنصرية التي تطلق في أغلب مناطق الجنوب كتمييز عنصري ضد الشماليين، وأنهم يتعاملون مع أبناء سيئون بدون أن يشعروا بوجود اختلاف أو عداء أو كراهية. تتابع الصحيفة استقبلت سيئون آلاف النازحين من صنعاء وعمران وتعز والصعدة، وتضاعفت أسعار إيجارات المساكن لأن هؤلاء النازحين اندمجوا مع أبناء المدينة ولم يتم وضعهم في مخيمات خاصة بهم. عدلت كوريا الشمالية توقيتها ليتناسب مع توقيت جارتها الجنوبية في أعقاب القمة التاريخية بين الكوريتين الأسبوع الماضي بحسب وسائل الإعلام الكورية الشمالية الرسمية وعلقت شبكة البي بي سي. كوريا الشمالية
تعدل توقيتها ليتطابق مع جارتها الجنوبية. قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إنه ستضاف نصف ساعة إلى التوقيت في الساعات في عموم البلاد، وأضافت أن تعديل التوقيت سيكون أول خطوة عملية لتسريع عملية الوحدة بين الشمال والجنوب في شبه الجزيرة الكورية. تتابع الشبكة. حتى الآن يعتمد في عموم كوريا الشمالية توقيت بيونغ يانغ الذي يتأخر نصف ساعة عن التوقيت في كل من كوريا الجنوبية واليابان. وقد أخرت كوريا الشمالية توقيتها نصف ساعة في عام 2015 كموقف ضد ما سمته الإمبرياليين اليابانيين الأشرار، لأن الساعات فيها كانت قد غيرت لتتطابق مع توقيت طوكيو عندما كانت شبه الجزيرة الكورية تحت حكم اليابان. وكانت كوريا الجنوبية عدلت أيضا توقيتها ليختلف عن التوقيت الياباني في خمسينيات القرن الماضي، بيد أنها عادت ثانية للتوقيت القديم في الستينيات. الأحداث خلال أسبوع كامل من خلال الصور التي نشرتها صحيفة الجارديان البريطانية، نتابعها في جولتنا المصورة. بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نتابع وإياكم مجموعة من رسوم الكاريكاتير في أمان الله.